تعملوه اليوم للجرود هذا عمل ما حدا عمله قبلكم. هذه أول معركة بيقوم فيها الجيش اللبناني خاصة بهالشكل وبهالتنظيم وبهالشجاعة. وأنا بقول لكم إنه كل البلد، الحكومة ورئيس الجمهورية والشعب كله وراكم، ونحن ما تتصوروا قديش يعني راسنا مرفوع فيكم، لأنه هذا إنجاز دائما كنا نتطلع له، دائما نقول ونحكي عن الجيش ونقول عن الجيش، ولكن فعليا هذه أول مرة بنشوف معركة بهالشكل تدار وبهالحرفية تدار، وخاصة مع قائد الجيش وكل المشاركين فيها. فلذلك بقول لكم نحن كحكومة وكدولة وراكم، ونحن بالنسبة لنا أنتوا حماية هذا البلد، أنتوا الأساس فيها، وإن شاء الله أي دعم لوجيستي تطلبوا قيادة الجيش هتلاقوه عندكم إن شاء الله. بعرف إنه هالأيام صعبة وفي شهداء سقطوا وفي جرحى، ولكن هذا الثمن لحتى نحافظ على هالبلد، وإن شاء الله الانتصار قريب معكم جميعا بإذن الله، ويعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك.